التصويت كان فقط على جداول المبالغ الإيرادات سواء النصية أو غير النصية وتوزيعها على الوزارات وعلى المحافظات وخطة الحكومة بالمشاريع لعام 24. لا توجد مشاكل، تم تمريرها بسلاسة بعد ما قدمت اللجنة المالية ملخص موازنة ومقترحاتها والمشاكل الموجودة بها وكيفية معالجتها. كانت نقطة مهمة جدا لإضافتها اللجنة المالية هو أنه تخصيصات المحافظات المتقالين كانت أقل بالمستوى المطلوب، وتم إضافة 2 تريليون للمحافظات توزيعها حسب النسبة الاستثمارية ونسبة الفقر في هذه المحافظات. ما كان اعتراض، كان فقط قراءة الخلاصة وقراءة الملخص وتم التصويت بمرحلة أولى.